بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله فطيرة الجلاش بالجبنة. عندنا قرنين فلفل رومي متقطعين، وهضيف مع الفلفل واحدة طماطم متقطعة صغير وبصلة صغيرة متقطعة صغير جدا، وحوالي 200 جرام جبنة فيتا، وهنضيف كوباية جبنة رومي او شيدر متقطعة صغير او مبشورة، ورشة بابريكا، ومعلقتين كبار زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، وهنقلب كله مع بعضه كويس. وخلاص كده الحشو جاهز معانا. بعد كده عندنا معلقتين كبار سمنة هنسيحهم، وهنضيف عليهم علبة زبادي كبيرة، ونقلب كويس لحد ما الزبادي يختلط تماما مع السمنة. وخلاص كده خليط السمنة والزبادي جاهز معانا. بعد كده عندنا صينية مقاس 30 او 32 مدهونة كويس بالسمنة، وعندنا لفة جلاش نص كيلو. هنبدأ نرص الجلاش في الصينية، هنحط نصها جوه ونصها بره بالشكل ده كده، وهنلهم من خلطة السمنة والزبادي. وهنكمل رص العجينة بنفس الطريقة لحد ما نخلص كل الكمية اللي عندنا. بعد كده هنحط الحشو، وهنوزعه كويس في الصينية. وفي الآخر هنقفل الحروف اللي بره. وخلاص كده قفلنا الصينية كلها، وبندهنها سمنة كويس من على الوش. وهنسخن الفرن على درجة حرارة 200 حوالي 7 أو 8 دقايق. بعد كده هندخل الصينية على الرف الأوسط. وخلاص كده الجلاش استوى معانا وبياخد معانا في الفرن حوالي تلت ساعة. بعد كده هنقلبها في الصينية التانية، بس نخلي بالنا قبل ما نقلبها ان احنا نسلك الحروف بتاعتها علشان ممكن الجبنة تكون خرجت ولزت في الصينية. وهنغطيها ونسيبها حوالي 5 دقايق، بعد كده هنقطعها. ولما بنقطعها بتكون معانا من جوه بالشكل ده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا.